ما تبقى من خلايا داعش ومنظمة داعش الموجود في شرق الفرات. لدينا عدة حروب في المنطقة، كما تعلمون الحرب على الجبهة حجمت الجزيرة على العدوان التركي ومنتصفته في منطقة الجزيرة. لدينا أيضا حرب في باقي الأقاليم، كان برقة أو بدير الزور أو في الجزيرة أو في منبج، ما تبقى من بقايا التنظيمات الإرهابية تنظيم داعش. أنتم الآن ذاهبون للعمل، نتمنى أن تكونوا تطبقوا ما تعلمتوا في هذه الأكاديميات العسكرية في أفواجكم وقطاعكم العسكرية، كي يستفيدوا من رفاقكم الموجودين معكم في القطاعات العسكرية. أتمنى لكم التوفيق والرحمة للشهداء والشفاء العاجل والجرحى. أقسم بدماء الشهداء، أقسم بدماء الشهداء. المرأة وحرية المرأة، الشرف العسكري، الشرف العسكري، أقسم.